اللهم إني أسألك مساء طيبا يحمل الرزق والفرج لنا وللجميع، ونسألك يا رب الشفاء لمن مسه الضر، ونسألك الرحمة لمن ضمه القبر، والفرج لمن ضاق به الصدر يطلب العفو منك من كل إثم وذنب. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم يا مقدر الأقدار ونافذ القضاء وقابل الرجاء ومجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقى من عمرنا خيرا ممن انقضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها يا كريم العطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بصحة وعافية وهنا. اليوم عندي فاهيتة الدجاج. فاهيتة الدجاج اكلة حلوة جدا جدا، ان شاء الله هتحبوها، وهي اكلة بسيطة ومقاديرها كلها بسيطة وصحية كمان، يعني فيها خضار، ممكن ما نكترش الزيت، ممكن نشويها او نقليها زي ما بنحب. يلا نشوف مقاديرها ايه مع بعض. عندي نص كيلو صدور دجاج انا مقطعاه زي شرايح او زي القلم. عندي فلفل رومي، ممكن لو عندك فلفل الوان جيبي تعمليه جوليان برضو زي القلم. بصلة كمان جوليان، كمان فص ثوم بشراه عادي، معلقة كبيرة من الكزبرة لو عندك كزبرة مفرومة، معلقة كبيرة من الصويا صوص، كمان معايا عصير ليمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الشطة لو بتحبوا طبعا، وهستخدم فيها زيت الزيتون أو زيت عادي. كمان معايا للتوابل توابل الفاهيتة، معايا نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، ونص معلقة صغيرة قرفة، وكمان نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كاري، وطبعا ملح وفلفل أسود على حسب الذوق. يلا نشوف مع بعض ازاي الطريقة. انا عندي الدجاج زي ما انتوا شايفينه كده، هعمل ايه؟ هحط عليه الحاجة اللي عندي، هحط عليه الليمون، وهخلي شوية يعني عصير ليمونة كبيرة، هخلي منها شوية للآخر، بتديها طعم حلو جدا بعد ما نشوحها. وهحط ايه؟ التوم اللي عندي، فص توم تكوني بشراه بيدي طعم حلو جدا فيها. كمان عندي هضيف التوابل اللي قلت لكم عليها، تدي طعم حلو جدا. لو عندك كركم برضو بتحطي، يعني اي حاجة بتحبي تحطيها بتحطيها. عندي كمان صويا صوص، بحط معلقة كبيرة على نص كيلو من صدور الدجاج، بيديها طعم حلو جدا الصويا صوص. وهقلب كله ده كويس جدا، وطبعا ما ننساش الملح، ومعلقة كبيرة برضو من الخل، انا حطها على عصير الليمون، بتدي طعم حلو جدا وبتطري الدجاج، وكمان بتسويه بسرعة. اقلب التتبيلة دي كويس جدا علشان كل صدور الدجاج تتبل بيها، واسيب بقى الخلطة دي، اسيبها في التلاجة لمدة قد ايه؟ يعني لمدة ساعة لو هتعمليها من بالليل. كل ما بتسيبي الفاهيتة في التتبيلة بتاعتها بتديلك طعم حلو جدا جدا. يعني هروح بقى ايه، بسيبها، ودلوقتي بعد ما سبتها في التلاجة ليلة او حتى ساعتين زي ما يكون وقتكم طبعا، بجيب مقلاية على النار، بحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، واسخنها كويس جدا، ما تخليهاش ان هي تكون الزيت بارد، لا يسخن كويس جدا، علشان عايزة اول لما ينزل معايا الدجاج يعمل له زي صدمة كده علشان يفضل جوسي ويحافظ على ايه، ويحافظ على الدجاج نفسه ما ينزلش ميته. وهقلبها بقى كويس جدا، قلبيها على طول علشان ايه؟ المية بتاعتها ما تديلهاش فرصة المية بتاعتها تنزل، وحتى لو نزلت المية مش هتبقى كتيرة، مادام انتي مسخنة المقلاية كويس هتبقى معاكي حلوة جدا جدا.
الأولاد بيحبوا الفاهيتا الدجاج أو حتى فاهيتا اللحمة، بس فاهيتا الدجاج بتكون ألذ وأطعم وكمان خفيفة كده، بتكون لذيذة جدا، يعني تشبه شوية للشاورما، لكن طبعا التوابل بتاعتها غير توابل الشاورما. أنزل دلوقتي بعد ما هي خلاص شايفين ميتها ما فيهاش كتير، هنزل بقى بالبصل وأقلبه شوية معاه. الفاهيتا طبعا ممكن تتغمس بالعيش أو ممكن كمان تعملوها سندوتشات. أنا هعملها في سندوتشات في اللي هي في خبز التورتيلا، وأنا قبل كده عملت لكم خبز التورتيلا، إن شاء الله هسيب لكم في اللي هي طريقة عمل الشاورما، هسيب لكم اللينك بتاعه إن شاء الله في الديسكريبشن تحت. نقلب البصل كويس علشان أنا عايزة البصل ما يجروش معايا شوية، يعني اللي بيحبه كده خلاص بيخليه، بس أنا أحسه وهو لما يكون دبلان شوية بيكون أحلى، لكن في ناس بتحبه على حسب أولادك وعلى حسب أنتوا كمان بتحبوه إزاي. وأضيف دلوقتي بعد ما البصل دبل معايا بالشكل ده، هضيف بقى الفلفل. أنا عندي فلفل أخضر، لو عندك فلفل ألوان بتحطي بتديها طعم حلو جدا، وطبعا الشكل بيبقى حلو أحلى كمان، الألوان مطلوبة في الفاهيتا بتدي شكل حلو جدا. وأقلب معاها الفلفل، لو أنت عندك فلفل حار وبتحبي تحطي الحار أو أولادك بيحبوا الحار بتحطيه، لأن بتديها طعم حلو جدا جدا، حتى لو عندك توابل الفلفل الحار برضو حطي منها، بتدي طعم كمان لذيذ، تدي تيست حلو جدا. اقلبها شوية لحد الفلفل ايه لما يستوي شوية معايا. ممكن تحطوا اي خضروات تاني لو بتحبوا، جزر، كوسة، بس هي طريقتها بتتعمل بالفلفل الالوان بالشكل ده، بس انا كمان بحب اضيف لها طماطم، منها تديها لون وكمان بتديها قيمة غذائية. وخلي بالكم ان احنا محطيناش زيوت كتيرة، يعني هي بس معلقة زيت في الاول، والصدور طبعا ما فيهاش لا جلد ولا اي دهون، بس صدور بس. نخليها كده لحد لما ايه لحد تتشوح مع بعضيها، هي كده خلاص اوريدي استوت، بس نديها شوية علشان الطماطم كمان، اللي ما بيحبش الطماطم دي انا حطها بس اضافة تديها لون تديها طعم شوية، لكن هي بتضاف ليها بالفلفل الالوان. دلوقتي هحط شوية من الليمون اللي انا خليتهم من الليمونة الكبيرة، بتدي طعم حلو جدا لما بتحطوا الليمون في الاخر، وطبعا انا حاطه الملح قبل كده. بجد هتكون معاكم احلى فاهيتا تاكلوها. ويلا بقى بعد ما هي عملت كده معايا نحشي واحد من خبز التورتيلا. انا عندي خبز التورتيلا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحط له معلقه صغيره من المايونيز وشويه من المستردة، وادهن بقى الخبز معايا بالشكل ده كده. بتحبوا تحطوا معاها طماطم، بتحبوا تحطوا مخلل معاها، بطاطس، يعني اللي بتحبوه حطوه بقى في سندوتش الفاهيتا. وممكن الفاهيتا بتتقدم كده وانتوا تاكلوها مع اي خبز، بس انا حبيت ان انا اعملها في خبز التورتيلا، اولادي بيحبوها كده، وطعمها كمان بيبقى لذيذ جدا مع السندوتشات لما نعملها كده. بحط بقى كمية من الفاهيتا بالطريقة دي، بحط عليها شوية بطاطس بقى مقلية أو عاملاها في القلاية زي ما بتحبي، وهقفل بقى السندوتش، نقفله كويس جدا. طبعا ممكن نحطه تاني على الشواية وممكن ما نحطهوش، خلاص أنا كده استوى معايا والخبز بيبقى طري جدا طعمه لذيذ كمان، فخلاص هكتفي مش هحطه على شواية ولا حاجة، لكن في ناس بتحب تحطه كمان على الشواية أو على الجريل ياخد بس لون معايا وياخد نفس ايه الشكل الجريل، بس كده خلاص بيكون طعمه حلو جدا زي ما قلت لكم، لو في مخلل معاه بيكون أحلى وأحلى كمان. وهحطه بقى في الورق اللي بيدخل ايه الفرن، الورق ده حلو جدا، ورق الزبدة بيدخل الفرن بيدخل الميكرويف، يعني حلو جدا لو انتي مثلا في اي مكان او حطيتيه وعملتي السندوتشات ممكن بتدخليه الفرن على طول وهو في نفس الورق الفويل ده، حلو جدا للسندوتشات للمدارس اللي طالعة بره، بيبقى حلو جدا شكله كمان، في منه اشكال كتيرة وبيتحمل درجات الحرارة زي ما قلتلك، ممكن تحطيه في الميكروويف او ممكن تحطيه في الفرن، حلو جدا جدا. بعمله بالشكل ده كده بقى ونقسمه نصين زي ما بتحبوا طبعا، بتقدموه بالشكل اللي بيريحكم.
انا عملته بالشكل ده وهحطه ايه بقى، هروح احط الفاهيتا في طبق التقديم وهوريكم شكلها باذن الله. وهقدم فاهيتا الدجاج بالشكل ده كده، حطيت معاها خبز التورتيلا وحطيت البطاطس المحمرة وطبعا غرفت الفاهيتا وزينتها بالشكل ده. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها باذن الله. طبق بسيط بس لذيذ جدا جدا، اولادنا طبعا بيحبوا الحاجات دي بدل ما بياكلوها بره في المطاعم وساعات ما بنعرفش مصدرها ايه. لا اعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وما بتكلفش حاجة، من بره هتشتريها غالية جدا. اتمنى وصفة الفاهيتا تكون عجبتكم، تكون الوصفة سهلة وبسيطة وتجربوها باذن الله. لو عجبتكم تنسوش لايك، واللي مش مشترك في قناتي يشترك. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.